السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير والحمد لله. احنا رجعنا لليوتيوب بعد وقت طويل وقطعة طويلة، بقى في كورونا وقفنا التعليم، صرنا نتعلم عن بعد، الغوا الرحلات تبعت الجيولوجيا، كانت حياة صعبة صعبة كثير. الحمد لله رجعنا، وطبعا هذا الفيديو فيديو مميز كثير بسبب انه انا هون بهذا الفيديو اليوم راح اجاوب على اسئلتكم اللي نزلت بوست على الفيسبوك، نزلت بوست على الانستغرام وقلت لكم اسالوني طبعا، ويلا بينا نجاوب على اسئلتكم. شو قاعدين نستنى؟ يلا عليهم. نبدأ أول شيء بأسئلة الانستغرام. أول سؤال، كيف بتشوف حياتك مع التعليم؟ والله منيحة الصراحة، مستدير. التعليم إشي صعب، لك تقعد وتركز وتقرأ، أما يعني الحمد لله، يعني والله الأمور ماشية. يلا السؤال الثاني، أنو يوتيوبر بتحبه أكثر إشي أو أكثر إشي؟ أكثر يوتيوبر أو أكثر يوتيوبر بحبه هو لوغان بول، وجوز طبعا كل عارض الكل كرنج وها، بس بعرف شو بشوف لوغان بول بني ادم كثير كرياتيف، كثير اللي هو دائما بيعمل اشياء جديده، حتى لو يسقط بيطلع اخو مره بلاقي دائما الطريق للنجاح ويظلوا يعلق اكثر واكثر، خصوصا الفلوجز الجديده اللي كان بنزلها. انا الصراحه يعني كثير بحبها وكثير بحب فكرتها. ليش قررت تفتح قناه ومين شجعك؟ صراحة يعني ليش قررت تفتح قناة؟ صراحة كنت زهكان، يعني ما في شيء معي، كنت زهكان وحبيت اجرب الاشي، يعني مش انه اذا بتقول انه انا بدي افوت بهاي الشغلة بتعمق، لا، لانه انا بحب يعني برضو اعمل فيديوهات، حبيت الاشي حبيت الفكرة وقلت ليش لا، يعني يلا تعال نجرب، والله الحلو يعني في ناس بحبوا وانا مبسوط وانا اعمل اشي، يعني بعمل اشي بكيف اكثر. وهاي عليكم السلام، شو كل شيء. طيب كيف كانت اول سنه تعليم لك، صعبه ولا حلوه؟ طلع طبعا السنه بعدها مش خالصه، بس ناخذ السمستر الاول، الفصل الاول بكى فيه صعوبات معينه، انه طبعا اول مره جامعه الواحد بيبقى مبسوط ومن الجو وجامعه واصحاب ويلا بدنا نطلع بدنا نيجي، وقت الامتحانات ان الله بالسر العليم منيحه، بس انا صراحه يعني بعطيها مثلا اول سمستر اذا تقدروا من 10، لانه فيش تجربه من غيره، يعني مفهوم الرشاك، اما بنحاول يعني بعطيه كسمستر ناجح بعطيه 8.5 من 10، يعني بعطي هذول 1.5. انا كد يعني كدي مرات بكيت افلس، انه دائما كنت اخلي مرات اشياء للحظه الاخيره، مرات مش دائما يعني. مو طيب منفشك على هذا السؤال، هذا السؤال لو كده يجاوب عليه على اللي بعده. وين تناوي تختفي من اليوتيوب؟ والله يا اخوي للاسف الصراحه اني بعدها مش موجوده، اذا موتت بختفي من اليوتيوب، فللاسف يعني راح اظلني هون لفتره، يعني فتره طويله، الله يعينك يعني. مين مش انت احضر حط ديسلايك، بس على كل عارف انك حضرت ان باير. طيب did you hurt someone and why did I hurt someone؟ طبعا اكيد يعني فيش، اذا بقول لكم انه انا بني ادم لطيف لدرجة ما اذيتش ولا واحد، لا والله الصراحة يعني، اما انا مش ذاكر حاليا حدث معين، اما اذا اذيت واحد يبكى ليش عشان انا انتقام، يعني او يعني مثلا هو اذاني بالاول وانا رجعت له اياها، انه اولا بحب الشركات دي يعني اسكت لناس، هاي واحد، ثنتين انه اللي بيعذيني ده اذيه، يعني مش وجوز اسامح، هذا الفرضية موجودة، بس برضه وجوز يعني ارد له اياها حسب قديش الاشي بكى ضايقني يعني. طيب مين عارضك ومين ايدك على شغلة اليوتيوب؟ عارضني وايدني اصحابي، شجعوني، اهلي وافقوا بالعكس حبوا الفكرة. انو عارضني مش ما لا اذكر يعني بني ادم معين اللي كان لي لا وانزل هذا، يعني بالعكس كل واحد بكيت اشوفه كل حلو، يعني بكى يشجعني وكل يتقدم ويجب، هذا الاشي بكى كثير حلو. وين انت بتفكر تتجوز؟ والله يا حجي انا صغير يعني بعدي 21، ف حاليا في الزمن البعيد اللي انا ما بعرف، وانت بخلص تعليم
وهذا بعدين اصلا هذا هاي هاي الشغلات هاي عند الست الوالده. يسألوا الست الوالده هي بتقولكم وين انت مخططه اصلا، إلها مخططه يعني، بجوز بس تخليها عندها مش مشكله اصلا يعني، اللي بدها اياه بصير. المهم قديش بتقدر درجه الصعوبه بالفتره اللي مريت فيها مع التعليم ووصلت كونك تعلم بيها السبع؟ هذا سؤال حلو. درجة الصعوبة تعال ممكن تكون من 1 لـ10، ما بعرفش كيف قديش الناس بتعيها، بس مقارنة مع اصحاب اللي هم بيتعاملوا بالتخنيون بالبلاد هون، يعني بالنسبة لهم انا اصعب اشي انه اروح وارجع. حاسة اللي بتعلموا بريت البلاد طبعا هم اصعب مني، اما كنسبة جامعة جوا البلاد هي بشوفها اصعب اشي، مش انه ساعتين طريق روحة ساعتين طريق رجعة، طبعا الواحد بيبات هناك، بس يعني الصراحة بزهق حياتي وانا بالباص، يعني انه يعني بتذكر كل اشي عملته بحياتي وانا بالباص، هو صعب الصراحة. والتعليم يعني تعال نكون من 1 لـ10، مع انه التعليم الصراحة حلو، وعندي اصحابي الشباب كثير بتجنن، يعني بحب ارفع لهم تحية من هذا الفيديو، انه الصراحة عن جد اغلب الشباب اللي قابلتهم هنا ناس بتجنن، يعني خلص يعني بتشوفهم تنبسط، بتعرف تطلع معهم، بتعرف تروح، بتعرف تيجي، ناس يعني عقد حالها. يعني من 1 لـ10 من ناحية صعوبة تعال نقول بعطيها 3، يعني انه مش هالكد الاشي صعب. بالاخير اصحاب هم اللي بيعملوا جو التعليم، والناس اللي بتتعرف عليها حسب وين بتروح حسب وين بتيجي. شو اكثر نوع حجر مميز بالنسبة لك وليه؟ ما عارف شو يعني كيف بدي اجاوب على السؤال، فيش يعني شيء هالكد مميز يعني، والله صراحة نفسي الماس واقعد ابيعها واربح مصاري، يعني فيش شيء اللي هو مميز، كل شيء بجيب مصاري اشطر كل ما احلى يعني الصراحة. بليز دونت، يعني ان شاء الله انه ما اعملش هذا للاسف عملت الفيديو، الله يعينك. تحضر تحط لايك وشير، بعدها مش عارف تعمل سبسكرايب تعمل. شو رايك بموضوع الرابير؟ شكله هذا السؤال بده يرجع حاله كثير. طبعا هذا السؤال صراحة بده فيديو كامل. موضة رابر اذا بتعرفوهوش اصلا اسمه نفسه يعني الصراحة مش عاجبني، مو واحد اسمه محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، بتنادى باسمك يعني تخش مو مش مو، شو هذا اسمه هبل، هذا اسمه هبل. يعني انا طبعا مع الفن ومع اللي بيغنوا مع الواحد البآدم الصاعد، بس هذا اصلا ما صعدش يعني، مش عارف شو اقول لك يعني. انت اول ما بديت تغني وبعش هذا الفيديو، اما هو محمد طبعا اسمه اقول لك ابو الحسنى، اول ما بدا يغني بالعكس يعني والله صراحه كنت اقول يلا منيح، هسه في موهبه عندنا بالبلد، بس لما بدا لي بشعر قوس وقزح، لما بدا لي بالسناسيل وهذا تقليد اعمى وفيش من وراه يعني مغزى، انه مش فاهم شو بتعمل يعني. والاغاني نفسها الصراحة فيش لها هدف، يعني اغاني اللي هي يعني عن الحشيش عن الطاخ، عن يعني مش عن الطاخ انه ليش جرام الطاخ، يا ريت عن الحشيش، عن انه معك سلاح مش معك سلاح، يعني والله الصراحة ما بهمني صراحة. لو الموضوع بهم الاغنية نفسها في لها من ورا مغزى انا اشجعك، بس مع كل هذا الهبل فبحط لا اكس للاسف يعني. فورضوا كيف شو حبه يعني هذا السؤال، قلت لكم يعني ها بده دلائل ومش دلائل، بس تقدر تفوتوا عنده على الصفحه وتشوفوا يعني هيك. وبرضه انا بني ادم ضد انا يعني ضد الكذب سيدير، والله خلص شكله هذا الفيديو بدي بس فيه حدا بيقول لي انه غنى مع بيك شاك بسيدير وما كبلوهوش بزرع، قلت له انت قص ايدي سيدير. حدا بكل مكان مع بيلي ايرش، ومره نشر سكرين شوت انه اي ميس يو بيلي ايرش، يعني تشتاكله برضه بيلي ايرش فاضي بس عشان تروح تشتكلي لابو الحسني اللي من هون من عنا، يعني برضه بالمنطق يعني بصيرش تكذب. انا بحبش البني ادم المتصنع، يعني متصنع شيء اللي مش عارف شيء، بعرفش اذا في ناس مصدقه واذا انت مصدق ولا مش مصدق يعني، بس خف علينا يا زلمه، ان شاء الله خف علينا، خف على خف على باك الغربيه يا زلمه، مش هيك يعني. كل مثل انه مره برضه كل احكي مع امينيم على الفيسبوك يا زلمه، مش هيك يعني، امينيم فاضي بكل ده عشان يحكي مع محمد،
وهذا إشي هو موثقه عنده بالصفحة سيدر اللي هسه بدي أقوله. هو قايل إنه هو قايل مقابلة بكى مع شخص على قناة بعرف شو هي، إنه هو شو اسمه يا ربي سايمون حكم من حكام بريتنس جود تالنت، صار كله يعني صح انهم سقطوه يعني، بس كان بيقولوا تعال على اكس فاكتور. سايمون فاضي يعني الصراحه، يعني الصراحه لو انك عجبت يعني لو انه الاشي منطقي بنجحك بريتنس جود تالنت بقول لك ايش تعال، يعني والله الاشي مش منطقي يعني. هاي مشكلتي معاه اكبر من شكله وشعر قز وكزح، مشكلتي هذا انه تشذب يعني عشان تجيب اتنشن تجيب انتباه تضلك تجذب يا زلمه، مش هيك زين. طب تشذب بس على اكل يا زلمه، تشذب حاطط لي ايش اسمه كان انه غنى مع بيك شاك عامل لي صوره بسيدر، حطت لي واحد هيك مبين شعره نقطه اصفر، قال هذا انا شو ضر انا هذا انت ما مغبشه. لو انه انت بسيدر فيش كونسرت او يعني بالاختصار حفله بتصير ببريطانيا لما تبقى مصورها، فرجينا الفيديو فرجينا انت على المسرح، ودائما لما بيطلع حدا جديد على المسرح يغني له شوي الكاميرا هيتش تبكى عليه هيتش، يعني عشان مبين وجهك اشكره يعني مش علينا يا مندلينا. بتفضل السبع ولا باقة وليه؟ سؤال حلو. هل انا بفضل بير السبع وين انا عايش مشان الجامعة ولا باقة الغربية؟ الصراحة فيش اشي بفضله، اشي اللي هو مثلا تعطيني هاي وهاي ما بقدرش اعرف. انا كذا ما تقول لي مثلا بتحب تصور امك ولا ابوك ليش؟ بير السبع وهنا الكيد زي ما قلت كبير زي الكيد شباب وجو تعليم عندهم بجنن وبحب ابكى معهم، نفس الوقت في عندي اصحاب من باكا في عندي اهلي وعيلتي من باكا برضو بحب ابكى معهم، والتعليم اشي حلو وتبكى بين عيلتك اشي حلو. ف اعتقد بس عشان العيلة راح ارفع وراح اقول خلص باكا يعني، مشان العائلة مش اشهر، وانه باكا يعني بلد بحبها يعني مش تقول انه ما بحبها، لا بالعكس بحبها، بس برضو بحب جو التعليم يعني هون الجو كثير حلو. وين ما نروح ليلة العيد صراحة هو يعني خص العيد، فوين انا روحت على ليلة العيد، ليلة العيد نفسها طلعت مع الشباب على البحر، ويا ريتني ما طلعت على البحر ما شفناش شي 10 دقايق، روحنا على البيت ضلتنا قاعدين عند صاحبي يعني. هاي بقت ليلة العيد بالنسبة لإلي، وتحملت انه الصراحة بقيت اساعد بابوي بسيد الولد كده اساعده وانا ادهم بالدار، وليلة العيد اخوه بقيت عيد ميلادي مش يجيبوا له هدية لا ولا ايش شفت انا ابوي جاب لي، انا بحكي عن اصحابي طبعا. ليه العيد الاحد مش السبت؟ ليه العيد الاحد مش السبت؟ والله الصراحه هذا ما خصني، هذا خص العلماء خيتها يعني اساليهم جد انا ما اعرفش. هل الجيولوجيا علم؟ الجيولوجيا هو علم طبقات الارض، فهو هو علم بحد ذاته علم، وزي ما تقول في مقوله بس ده اقول الترجمه تبعتها انه الجيولوجي العالم الجيولوجي هو طبيب الكرة الأرضية. ليش؟ مثلاً كيف طبيب مثلاً بيشوف بشخص حالة معينة، طبعاً ما بقارن إنه هذا بهذا، بالأخير كل واحد له مجاله وكل واحد له شيء. كيف الطبيب بشخص الحالة نفس الشيء، أنت لازم لما تطلع تعرف تشخص شو اللي صار قبل ملايين السنين أو قبل آلاف، مش قبل ملايين السنين بس يعني. فأنا بشوف إنه الجيولوجي هو الجيولوجي هو علم بحد ذاته طبعاً. وانت انا مجوزك الصراحة يعني جيب العروس وانا جاهز، يعني جيب العروس والمصاري والعرس والضاعة انا الصراحة موافق يعني، بس ناقص هذول العروس وتكاليف العرس والدار بدلة العريس علي هاي بهمش، انا ضامنها والاكل برضو علي ان بايع مش مشكلة، اما انت جيب الباقي الاشياء وانا جاهز ولا يهمك. السؤال اللي بعده، لماذا تطير الطيور في السماء؟ يعني الصراحة بجوز إذا بكتبوا على جوجل يقول لي يا زلمة حل عني يا زلمة، شو السؤال هذا؟ ولك شو أقول لك؟ لماذا تطير الطيور في السماء؟ ارحمني يا زلمة يا زلمة، قلت لكم مثلا عن حياتي الشخصية بدكم مش مشكلة بقول أما لماذا تطير الطيور في السماء؟ أنا ما لماذا تطير الطيور في السماء؟ إن هذا في علم ربي يا أخوي مش عندي يعني الصراحة. وخلص هيك واضح احنا هون زي ما شايف انه خلصنا الاسئله،
اتمنى انكم حبيتوا الفيديو، تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب طبعا. بفكر انه اذا بتحبوا الفيديو بتكون اخرى نعمل، نصير مثلا كل شهرين كيو اند اي، انه سؤال وجواب. اللي مش عاملنا لايك لصفحة على الفيسبوك يروح يحط لايك، اللينك طبعا في الديسكريبشن. اللي مش عامل لي فولو على انستغرام بيقدر يحط، يقدر برضو يعمل لي فولو، انا برضو موجود اللينك تبع على الانستغرام موجود تحت في الديسكريبشن في الوصف تبع هذا الفيديو. بتمنى انكم انبسطتوا و ما ضل شيء. سلام.